حياكم الله يا جماعة. اليوم حنتكلم عن تداول العقود الآجلة. أكيد كلكم قبل سامعين بي، ولكن ما عندكم المعلومات الكافية عنه. فاليوم حنمشي مع بعض خطوة بخطوة، نشوف بالضبط شو يعني تداول العقود الآجلة، كيف ممكن أن تتداول بأموال ما موجودة عندك، وطبعا أكيد حنطبق هذا الشيء بشكل عملي. فبالبداية خلينا نشوف أهداف هذا الفيديو كالعادة. أول شيء حنفتهم شنو يعني العقود الآجلة، بعدين حنفتهم شنو يعني الرافعة المالية، وأيضا حنفتهم بعدها شنو يعني الشورت أو اللونج، وأكيد هذا الشيء قبل أنتوا سامعين بي. أول شيء خلينا نشوف شنو يعني العقود الآجلة. العقود الآجلة يعني أنت تقوم بامتلاك عقد، وهذا العقد يكون بينك وبين بائع. هذا العقد يدل أن العملة حتوصل في وقت معين إلى قيمة معينة. طبعا أحيانا هذا العقد يكون في إلى تاريخ انتهاء، وأحيانا ما يكون إلى. طبعا أنتم ممكن حاليا شفتوا أنه معناه صعب، ولكن بنهاية الفيديو كل شيء حيتوضح بالضبط. خلينا أول شيء نشوف شنو اللي يميزه. أول شيء بالعقود الآجلة أنت ممكن أن تربح من خلال ارتفاع أو انخفاض العملة. أما بنوع التداول اللي تكلمنا عليه قبل، لا، أنت فقط إذا العملة ارتفعت فأنت ممكن أن تربح أموال. والشيء الثاني اللي يميزه اللي هي رافعة المالية. رافعة المالية يعني أنت حتتداول بمبلغ أنت ما تملكه. يعني مثلا أنت عندك 100، هاي المية المنصة حتخليك تتداول كأنها 1000 أو كأنها 2000، هذا الشيء أنت تحدده. وطبعا حشوفكم بالضبط بشكل عملي كيف ممكن نحدده. وأنت بالنهاية خلي ببالك أنت ما تمتلك هاي العملات، أنت تمتلك العقود. يعني إحنا من قلنا بمعنى العقود الآجلة هي عقد، أنت ما تمتلك هاي العملات. ومثل ما قلنا أنه أنت ممكن أن تحصل على أموال من خلال صعود أم هبوط الأسواق، وهذا الشيء يطلق عليه اللونج أو الشورت. طبعا اللونج وهي انه صفقة شراء، اما الشورت وهي صفقة بيع. خلينا الان نطبق هذا الشيء بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نبدأ بمنصة باينانس. والان كالعادة توجهنا للتطبيق، من بعدها توجه الى المحفظة. هنا اقوم بتحويل اموالي من محفظة الى محفظة ثانية حتى ابدأ بالعقود الآجلة. فاضغط الى تحويل، فهنا حيبيني المحافظ، تعلمنا هذا الشيء قبل بالفيديو اللي قبله. فهنا احدد الى العقود الآجلة USDM. من بعدها اضغط على العملة واللي هي انا حاليا موجودة عندي USDT، واحط مثلا كل العملات الموجودة واكد على التحويل. حاليا انا اموالي موجودة بالمحفظة الصحيحة. خلينا ننتقل للعقود الآجلة، وهنا احدد فوق بالبداية اللي هي USDM، من بعدها يبين لي زوج العملات. فانا مثلا هنا خليني اشوف البيتكوين. وطبعا حاليا مثل ما جاي تشوفون في الشاشة في بعض المعلومات انتم على علم بيها، تكلمنا عليها قبل بالفيديو اللي قبله، وفي بعضها لا. فخلينا نشوف بالبداية حاليا متبادل. التداول بالعقود الآجلة فيه إلى نوعين، في متبادل وفي معزول. بالعادة أنا أفضل إنه يكون معزول. هذا الشيء ليش؟ يعني خلينا إحنا نقول مثلا حاليا إحنا منحولنا من محفظة إلى محفظة ثانية، حولنا 100. فمن أفوت أنا حاليا بصفقة وفي حال أنا خسرت كل أموالي، فأنا ما حتجاوز 100 اللي أنا كنت حاطها. أما في حالة المتبادل، فحتى لو أنا حولت 100 لكن أنا موجود عندي بشكل عام مثلا 1000 أو 2000، فممكن أن خسارتي تتجاوز 100، مع العلم أنه أنا فقط موجود بالمحفظة اللي كنت محولها 100. فبالعادة أفضل كمبتدئ أنك تفوت كمعزول وبعدين تعمل تأكيد. وطبعا بالخانة اللي بعدها تبين الرافعة المالية الموجودة، فأنا بالعادة أحب أنها تكون قليلة، فأنت شوف المناسبة إلك. بعدها تأكيد. وطبعا حاليا مثل ما نشوف في عندنا ممكن ان نقوم بعمليه شراء او بيع، وكالعاده هم موجود عندنا هنا الحد والقيمه اللي انت حاب انك تفوت بها بهاي الصفقه. فهنا ممكن احدد 17000 بعد المبلغ اللي انت حاب تدخل فيه. فمثلا لو حطيت كل المبلغ الموجود حنشوف انه مبين عندي 391، وهذا الشيء بسبب انه احنا حطينا رافعه ماليه. من بعدها اضغط على هاي الايقونه الموجوده هنا. طبعا حاليا هو ما متنفذ، وممكن انك تلغيه من خلال الضغط على كلمه الغاء، وهنا الغى الطلب. خلينا نفتهم البيع، احنا كيف ممكن ان نحصل اموال من خلال هبوط العمله، وهو من مبدا البيع انك تاخذ عقد بيع. فتحول البيع، فانت هنا مثلا تدخل المعلومات المطلوبه من عندك. خلينا نقول مثلا انا حاب ابيع لما توصل القيمه مثلا عند ال 17200، بعد تحدد المبلغ اللي انت حاب تدخل فيه. فمثلا انا حاب افوت بنص المحفظه الموجوده عندي، من بعدها اضغط على بيع. وهنا مثل ما نشوف كالعادة يبين للطلب، وممكن انك تلغيه من خلال الغاء. اتمنى كان هذا الفيديو مفيد لكم وافتهمتوا كيف ممكن نتداول بعقود الآجلة. كان وياكم وايد النقيب، تحياتي لكم.